يرجع تأسيس مدينة طيبة الأقصر حاليا إلى عصر الأسرة المصرية الرابعة. ولم تكن طيبة أكثر من مجموعة أكواخ بسيطة، ثم أصبحت في عهد الأسرة المصرية الحادي عشر عاصمة لمصر. ووفقا للنقوش فقد كانت أقدم الاحتفالات الشعبية هي التي تقام بمعبد الإله آمون. آمون هو إله الشمس والريح والخصوبة، أحد الآلهة الرئيسيين في الميثولوجيا المصرية القديمة. وتقول النقوش أن المعبود آمون يقوم خلال الاحتفالات بزيارة من معبده في الكرنك إلى معبد الأقصر في موكب مهيب. كما تقف الكاهنات ومعهن الآلات الموسيقية، بينما يقف رجال الشرطة لتنظيم الاحتفال، ويقف الناس يهللون ويهتفون ويرقصون ويعزفون للإله آمون. لقد شيد المصريون القدماء مساكنهم وقصورهم ومعابدهم بأنفسهم، تلك المعابد التي تمثل الحضارة المصرية القديمة، وهي الدالة على التاريخ الفرعوني القديم. وقد ملأت النقوش والرسومات جدران تلك المعابد لتترجم لنا تلك الحضارة، ونتعرف أيضا على أعيادهم الدينية والرسمية والموسمية من خلال الاحتفالات. بعد الفتح الإسلامي أقيم مسجد أبو الحجاج الأقصري فوق تلال معبد آمون، ويعتبر من أهم مساجد مصر الأثرية، وقد شيد منذ حوالي 700 عام. يوجد في الخلفية مسجد أبو الحجاج بمئذنتيه، كما تبدو مسلة وصرح معبد الأقصر يمين المئذنتين. وحيث أن المولد يعيد إنتاج الثقافات القديمة، فقد تحول شكل الاحتفال من الطقس الفرعوني إلى الطقس الصوفي الإسلامي في النصف من شعبان من كل عام، احتفالاً بمولد أبو الحجاج الأقصري. Oh, yeah.
وإذا دققنا النظر نجد أن الأجداد يمارسون نفس الطقوس في عيد الإله آمون، نفس الاحتفال، نفس المراسم، بل نفس الطريقة ونفس النهاية عندما سلت معبد الأقصر حيث ساحت أبو الحجاج الأقصري. بالأمس عيد آمون، واليوم عيد أبو الحجاج الأقصري، والناس نفس الناس، هم أهل الأقصر. المولوية يلبسون الملابس البيضاء تماما كما كان يلبس الفراعنة، ويطوفون مثلهم حول المكان، ولكن في طابع صوفي. وما زالت المركب رمزهم المقدس. وتشهد الأقصر أو طيبة كما سماها الفراعنة طقوسا بها غموض وسحر مصر الفرعونية، ممزوجة بأجواء شعبية وطقوس دينية صوفية وأيضا فلكلورية، اعتاد أهل الأقصر القدامى إقامتها في الاحتفال بأوليائهم وأربابهم في مصر الفرعونية. والموالد على طول العصور الثقافية الماضية كانت تعيد إنتاج الثقافات القديمة، بحيث لا يتم أي تغيير في شكلها أو مضمونها سوى سرعة الإيقاع. ولكن جاءت ثورة 25 يناير، وتأثرت الموالد كثيرا بالحالة السياسية للبلاد، خاصة عندما ظهر الرافضون لفكرة الاحتفال بالموالد الشعبية باعتبارها بدعة ابتدعها الصوفيون، ومر هذا الصراع بعدة مراحل. احنا خايفين من جماعة الاخوان بيقولوا بيهدوا المقامات والكده. طب ازاي يهدوا المقامات؟ ليه بتاع ايه يعني يهدوا المقامات؟ اما احنا في حالنا بنشكر الله وبنصلي على النبي، اي واحد يجي يهد مقام الله اكبر عليه، بتشتعل الحرب بيننا وبينهم والله اكبر على المعتدي. يعني صوفية تمام، في اعتراضات من جانب الجماعات الاسلاميه ان دي شيء بدع وشيء مش وارد في القران او في السنه، تمام. فلذلك برضو احنا يعني بندعو اخواننا المسلمين للفهم السليم للدين. يا صوت يا صوت حب المرشدين، 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 يا صوت يا صوت حب المرشدين،
خلاص يا رجال خلاص خلاص خلاص. هؤلاء الأولياء انشغلوا بعمارة الدنيا، بعبادة الله، بتزكية النفس، ولم ينشغلوا بالشهوات والملذات، بل صاموا نهارهم وقاروا ليلهم. لا يمكن أخاف من السلفية. ليه؟ لأن الناس ما بتعملش حاجة ضد الدين أبداً. إيه اللي بتعمل؟ ده الناس بتقدم طعام، بتمشي، بيقروا القرآن وبيذكروا القرآن. السلفية هيقولوا إيه؟ السلفية بالعكس يعني ممكن يدعموها. على فكرة إحنا ما عندناش الإحساس ده. ولكن بعد مرحلة الاضطرابات واستقرار الوضع السياسي، عاد المصري يحتفل بمولد أبو الحجاج في نفس البقعة التي كان يحتفل فيها بعيد ميلاد الإله آمون. ولكن في هذه المرة لا يحمل شعارات فرعونية ولا أعلاما صوفية، ولكن حمل علم مصر، حيث تعيش هذه المنطقة في أحضان وربوع مصر القديمة والحديثة، مصر حاضرة الزمان والمكان. قلبي أنت بعد حين بي لك يا